يا مساء الفل على مشاهدي قناتنا قناة نادي الزمالك ومتابعي برنامج فن وهندسة. أنا أحمد عطا والراجل اللي واقف جنبي ده بسعد بصحبته دايما محمد خليفة. ازيك خليفة؟ أهلا بيك عطا وأهلا بكل مشاهدينا في قناة نادي الزمالك. أخبارك إيه؟ كله زي تمام؟ الفل أهي عاملين مع الأجواء الجميلة دي. بنحاول الكرة المصرية الرائعة بنحاول فاهم نشرع كل حاجة بطريقة غريبة جدا. يعني عارف أنت لما يكون في خطأ في الإجراءات سيد القادر، أو ما فيش خطأ في الإجراءات، في غلط حاصل بس في خطأ في الإجراءات، فممكن نطلع من الموضوع براءة. يعني انت عارف اللي مضايقني يا عطف الموضوع ده كله، يعني حتى اللي بيحتاج مثلا بيحتاج يقول لك ايه، حرمنا من هدف صحيح. يا اخي قول حرمنا من الاستفاده من خطا تحكيمي، قول ان حرمنا من الاستفاده من خطا الحكم، ما اسموش هدف صحيح. في اي عرف ان خطا الحكم في كوره نوصل بيه ان هي تبقى اسمه هدف صحيح؟ يعني احنا بنتعامل مع مستوى مرعب وليفل، وصلنا ليفل بصراحه الموضوع الناس بقت تستحل حاجات غريبه جدا وبتشرع لنفسها حالك. لا الكوره دي في ناس كتير قوي رزقها ماشي ورا الكوره دي، ومستقبلها بيتغير بقرارات تحكيميه او بانك تحلل حاجه مش مظبوطه، او انك تقنع الناس ان مجرد بس خطا في الاجراءات في حاجه معينه، رغم ان هو ما فيش خطا بالمناسبه وبنصر على ان ما فيش خطا، يشرع لك ان انت تستفيد بحاجه بدون وجه حق. يعني خطا كل الناس شايفاه، والمجرد بس انه حكم يشوف ما يشوفش اللقطه ويرجع للفار، طب هي دي المشكله. يعني انت بقول لك والله العظيم خليفه احنا بنتعامل مع مستوى مرعب في تبرير كل شيء. هو انت عارف يا عطل، انا حاسس ان اللي مضايقهم بس ان دي كانت ناقصه المجموعه الكامله، يعني فكره ان الكره الثابته تكون بتنط فيجي منها جون، دي كانت القطعه الناقصه. هي ان شاء الله تتحقق، عملنا كل الاخطاء الثانيه قبل في كورتين كان في الملعب في 2020 في ماتش بيراميدز، كان فاضل بقى الكره الثابته وهي بتتنطط دي. فتقريبا هو سبب الزعل ان في حته ناقصه في مجموعه الاعمال الكامله. يعني خلينا عطل نعمل لها حلقه ونجيب بقى ايه فكره لان يعني هل تعلم هل تعلم سيدي المشاهد أن من يقيمون عليه النار حاليا محمد ميدو سلامة كان حكم الفار في لقاء الزمالك وسموحة، والذي ألغى هدفا صحيح لأوباما بداعي التسلل؟ يعني ايه، شوف بقى تعامل الدنيا كلها كانت مع ميدو سلامة لما عمل قرار زي انه مش بيرسم خطوط الاوفسايد مظبوط، ونزلت وقتها في صورة اظهرت ان اوباما مش متسلل، وبين لما نبه الحكم لخطأ الحكم ما غفل عنه ونبهه ليه مجرم في نقطة البيلد اب في بناء اللعبه، اللي هي حاله جول اور نو جول. قال القانون حصل، ادى امثله على شويه حالات وكتب اي تي سي. اي تي سي يعني في حالات اخرى، فكل ما يثبت انه خطا في بناء اللعبه الذي تسبب في هدف فهو خطا. اللي هو لو كان عايز يحصرها بس في لمسه اليد والفاول والاوت ما كانش كتب اي تي سي، كان حصرها. فكره انه حط نقط اي تي سي، اي تي سي دي معناها وامورا اخرى، امور اخرى، ما هي الاخ دي امور اخرى الى اخره، امور اخرى. فمعنى كده ان كل الامور داخله ضمن مرجعيه البروتوكول وقتها. فخلينا نتعامل بقى وقتها، تعال نبص بقى ميدو سلامه اتعاملوا معاه وقت ما عمل قرار ضد الزمالك ازاي، وبعد ما اخذ قرار عادل ولكنه يشتبه به انه ضد المنافس كان التعامل معاه ازاي. ونبص بقى للحكام اللي بيتم ايقافها لما بتيجي ناحيه الزمالك بيبقى عامل ازاي، ولو جه ناحيه المنافس بيبقى عامل ازاي. خلينا نبص لها بس عشان ما نسرحش، عشان الوقت، عشان احنا عندنا ضيف رائع جدا وكنا منتظرينه منذ فتره طويله. الحمد لله لبلنا الدعوه الكريمه كابتن اسماعيل يوسف نجم مصر السابق وكابتن نادي الزمالك التاريخي، واحد من اهم من مروا على قلعه نادي الزمالك، هيكون ضيفنا ان شاء الله في القسم الاكبر من حلقتنا النهارده. لكن قبل ما نروح للكابتن اسماعيل يوسف بس عايزين نلفت نظركم الى انه الزمالك في العاب الصالات طبعا امبارح الحمد لله توج بكاس الكؤوس الافريقيه في كره اليد، كمان مقبل على تحدي مهم جدا لانقاذ موسم كره السله وهو بطوله البال، بطوله مهمه جدا غدا باذن الله يفتتح الزمالك مشواره. واعتقد ان البطوله دي لو الزمالك توج بيها خليفه يبقى مجموع السنتين مع بعض على مستوى الباسكت ممتاز، يعني مقبول جدا. هو المنافسه في الباسكت صعبه جدا، ففكره ان انت خدت دوري 2019 ورجعت خدت دوري 2020 حتى لو بتسمح المنافسين يتبادلوا معاك الدوري، ولكن الحفاظ على لقب البال هيكون امر عظيم من اجل موسم جديد اللي هو الزمالك بيستعد له بكل قوه وبيعمل تعاقدات في منتهى القوه. ونتمنى بقى ان انت ترجع تسيطر تاني محلي وقاري. حاليا معادنا مع السيطره القاريه لان برضو برستيجك جوه القاره يهمك جدا. وبمناسبه القاره بقى، احنا ضيفنا اسماعيل يوسف هو واحد من اهم اللاعبين اللي بروزوا تاريخهم محليا وقاريا
وده حاجه يعني هو سبب من اسباب ان انت لما تبص كده لتاريخ نادي الزمالك وتختار نجومه دايما عينك هتيجي على نجوم كبيره من ضمنهم كابتن اسماعيل يوسف. اللي سؤالنا بقى بما ان التاريخ الطويل والعريض ده هيبقى سؤالنا لجماهيرنا اللي هنستعرض اجاباتكم فيه مع كابتن اسماعيل يوسف خاص بما هي اجمل ذكرياتك مع الكابتن اسماعيل يوسف. العواجيز اللي زي حالاتي كده اللي هم هيجيبوا ذكرياتهم كمشاهدين لكابتن اسماعيل يوسف، هو كان نجم كبير ولاعب ملأ الدنيا عرضا وطولا انجازات وبطولات. الجيل الاحدث عنده فرصه ان الكابتن اسماعيل لم يكتفي بعمله فقط مع نادي الزمالك كنجم، ولكن اعطى الزمالك اداريا فليه برضه ذكريات معاه، لان الكابتن اسماعيل يوسف كان موجود مع جهاز فيريرا وتواجد مع جروس في الفوز بالكونفدراليه، حاجات كتيره ولقطات كتير مبهجه. فده سؤالنا، شاركونا باجمل ذكرياتكم مع الكابتن اسماعيل يوسف اللي هنستعرضها معاه، وهسيبكم انا بقى مع عطا عشان يستعرض اجمل لحظات كده ومحطات الكابتن اسماعيل يوسف، وبعدين انا اجي ارزل عليه في حاجه كده في نفسي بقالها 23 سنه ولا كتير، بقالها كتير قوي اللي هو اعتزل بدري ليه. فجاي اسالها له السؤال ده مخصوص ونكش شويه كده في شويه اسئله. فحاسبكم احمد عطا والكابتن اسماعيل يوسف والجزء الاول من حلقتنا في فن وهندسه، فانتظرونا بعد الفاصل. ورجعنا لكم مع تيجان الكرة المصرية. كابتن اسماعيل يوسف احد اهم اللاعبين الذين مروا على نادي الزمالك واللي اضافوا الكثير وحصدوا الكثير من البطولات. مرحبا، يعني انا مش هينفع ارحب بيه، ده بيته حبيبي. اهلا بيك يا كابتن، نورت والله، منور دايما، واشكرك على تلبية الدعوه. يعني لا ده بيتي ومطرحي وانت اخويا وخليفه اخويا. على راسي يا كابتن والله، ربنا يخليك. كويسه ان شاء الله كده دايما في تقدم. ده من ذوق حضرتك. الله يخليك كابتن اسماعيل يوسف. ارقام يعني حدث ولا حرج. اولا لم يرتدي قميص الا قميص نادي الزمالك سنة 84 حتى 1997، 109 لقاء دولي مع منتخب مصر، وهو رقم مش قليل من الناس، مع عدد محدود من اللاعبين في تاريخ مصر اللي شاركوا ما يفوق ال 100 مباراة، 325 لقاء في الدوري مع الزمالك، 13 لقب مع الزمالك، 4 دوري، 1 كاس، 4 دوري ابطال، 2 سوبر افريقيا، 2 افرو اسيوي، و25 هدف مع نادي الزمالك، رغم ان المسيرة كانت في البداية كمساك وبعد كده لاعب خط وسط، فبرضه رقم يعتد به خاصة في وقت ما اظنش ان كان الناس بتركز فيه قوي في الارقام يعني، صح؟ لا صح، صح؟ يعني بس كان انا في بدايتي يعني انا كنت مركز ان انا اكون بلبس فريق نادي الزمالك، ودي نقطة مهمة بالنسبة لي ان انا عايز ابدا حياتي وانهي حياتي في نادي الزمالك. طبعا سعيدنا على ده طبعا الله يرحمه الغزال، لان احنا من البداية أسرة زملكاوية، من الوالد والوالدة الله يرحمه، اخواتي كلهم زملكاوية، فالبداية ان انا رحت نادي الزمالك وانا عندي 13 سنة. كابتن سيد زملكاوي طبعا. سيد زملكاوي كبير. ربنا يخليه يا رب. انا عايز اقول لك كابتن، يعني انتوا العائلة ما شاء الله، العائلة ما شاء الله يعني قدمت مواهب كتير الكرة المصرية، ثلاث مواهب رائعة طبعا، موهبتين منهم موهبتين لنادي الزمالك، موهبة كبيرة. الموضوع ده جينات ولا الولد يعني كان بيلعب كورة كان حريف ولا ايه الموضوع؟ لينا اخ كمان كان محمد الله يرحمه، محمد الله يرحمه، وكان بيلعب فيرود، هو ده بقى اللي طلع بره القاعدة بتاعتنا. لكن احنا في البداية انا كنت في البداية كنت بلعب نص ملعب. مزبوط. لكن كان في مشكله في بدايات الفريق الاول. يعني حتى قبل الفريق الاول انا كنت بلعب نص ملعب مع كابتن حسن وقبلي كابتن بدر حداد الله يرحمه، الله يرحمه، وابتدينا نتدرج بقى لغايه لما جت الفرصه بالنسبه لي في الفريق الاول سنه 83 84 مع كابتن ابو رجيله، خدنا بطوله الجمهوريه مع كابتن حسن وصعدنا فريق اول، ولعبت مباراه ترسان اول مباراه بالنسبه لي. لا ده انا عايز اخدك قبل بقى ما تكون لاعب في نادي الزمالك كمشجع نادي الزمالك، انت عاصرت قبل ما تخش بقى مع فريق الاول، عاصرت الزمالك كمشجع في بدايه الثمانينات، وفي ظلم تعرض لنادي الزمالك في اكثر من موسم ورا بعضه، طبعا اشهرها لقطه كابتن حسن شحاته اللي هدف شهير، وقبلها برده ركله جزاء احتسبت من بره فاول، يعني دوريين ورا بعض طلعوا. عايزك توصف لي احساسك خاصه ان كان كابتن ابراهيم يوسف موجود في الملعب وعاصر كل هذه الامور، يعني الموضوع ده اثر فيك ازاي؟ الغزال الغزال انا كنت بروح المباريات قبل ما ابتدي العب في نادي الزمالك، يعني كنت بروح كمشجع يعني وبمسك صفاره وعلم وبحضر كل تقريبا كل المباريات في الاستاد او في النادي. كانت عندنا كان ايام زمان كان برده كان بيتلعب في ماتشات في الدوري كانت بتتلعب جوه نادي الزمالك، فكنت بتاثر جدا يعني. وقتها احنا عايشين في اسره واحده في بيت في امبابه بيت الوالد، والغزال يخلص مباراه ويرجع وانا اخلص تشجيع وارجع، بنبقى زعلانين جدا طبعا متاثرين وبنقعد يومين ما ناكلش يعني، نفضل يعني عايزين الماتش اللي بعده يجي عشان نحاول ترد نحاول نكسب ونحاول نكسب. طبعا شعور كان بالنسبه لنا جميل جدا، اسره متكاتفه، انتماء واحد،
الوالد الله يرحمه، كل المجموعه يعني بتاكل وتشرب زمالك داخل البيت. كابتن انت بدايه في الاول كانت في موسم 83 84 شاركت، وبعد كده غبت الموسم اللي بعده 84 85، ثم عدت للظهور سنه 86 في مركز المدافع. الفترة دي كونك كنت مساك، هل حسيت ان ممكن كان يبقى في مقارنات؟ يعني هل ممكن كانت تبقى اقدار ارحم بيك شوية لو كنت بدأت في مركزك الاصلي وهو لعب خط وسط؟ طبعا ما يحصلش المقارنات اللي بينك وبين كابتن ابراهيم. طبعا هو كان وقتها الغزال احسن لعيب كرة في مصر، احسن في افريقيا كلها، واحسن لعيب كرة في مصر، واحسن لعيب في مكانه. فانا لعبت في المكان بتاع الغزال ده نتيجة اللي اصابته واصابة اشرف قاسم، وكان كابتن سعيد الجداي عمل حادثة فرجليه اتكسرت، فقعد فترة كبيرة جدا بعيد عن المباراة. هدف كابتن ابراهيم معانا. الله يرحمه. مازال كان اسطورة يعني. طبعا. من اللعيبة اللي كان سابق عصره في المكان. وابتدى جه 85 طبعا قعدت فترة سنة بتمرن بس. كان فيها موجود مستر نينكوفيتش. ايوه. وكان مجموعة من ولاد النادي طلعين مع بعض، اشرف، رمزي، حمادة، ايمن، هشام، مجدي طلبة، والعبد الله يعني. كملت السنه دي كلها قاعد على الدكه بس بتمرن وعندي امل ان بكره هلعب. يعني لو بكره مؤمن هلعب بفرصتك الجايه ومش مستعجل، بس ما فيش تمرين بغيبها، بنام كويس، باكل كويس. يعني كنت يعني لو في الزمن دلوقتي يعني كان الامور كان اختلفت، لكن وقتها احنا تفكير المجموعه كان هدف واحد بس، ان احنا نرتدي تيشيرت نادي الزمالك. المجموعه كلها اللي طالعين من قطاع الناشئين الخمسه سته اللي انا قلتهم لك عطوا مجموعه عظيمه يا كابتن بصراحه. ما يعني ما يعني ايه الاجيال في الثمانينات في التسعينات طلع مجموعه رائعه من الناشئين. خلي بالك كمان في بدايه الالف الواحد بعتبر نفسي محظوظ، لان انا طلعت في وسط مجموعه متميزه جدا على المستوى الفني. طبعا هنفرج الناس على اللقطات باستمرار عشان نستمتع يعني بمشاركتك. المجموعه اللي انا قلت لك عليها وطلعت مع جيل جامد جدا يعني كابتن فاروق جعفر، كابتن حسن شحاته، كابتن ابراهيم يوسف، عادل مأمور، محمد صلاح، بدر حامد، اللعيبه محمد حلمي. فشربنا منهم يعني. السنه اللي انا قعدتها بين 84 85 اللي قعدتها ما قعدتهاش كده من غير فايده طبعا، لان اكتسبت خبرات من اللعيبه الكبار. امتى نلم الفرقه لو في حصل حاجه، امتى نشد على الفرقه، امتى نتكلم كويس، يعني خدت خبرات كامله. دي حاجه فعلا انا هاجي لك فيها النقطه دي، بس واحنا بنعرض اللقطات دي يا كابتن، اللقطات دي اغلبها لقطات دفاعيه كابتن اسماعيل يوسف. يعني اللقطات فيها انت الاول قدمت نفسك بستايل مختلف شويه عن كابتن ابراهيم يوسف، يعني في لعب اكثر قوه شويه واكثر جديه شويه، بيعتمد على مش فني شويه الجزء البدني. بتحاول ايوه البدني. انا كان يهمني انا عايزك تلاحظ اللقطات دي. انا بقول لك احنا واحنا بنتفرج يا كابتن في لقطه يعني لاحظنا حاجه في اسلوب لعبك هنا، انت بتندفع الكوره رغم اندفاعك بس زي ما تقول ايه وبعمل هولد قبلها. ايوه بالظبط، اللقطه دي دايما بتخليك المدافع المهاجم ما يعرفش يرقصك بسهوله، فالاندفاع ده زي يخض المهاجم بس في نفس الوقت تعرف تستخلص الكوره بشكل ممتاز. اتفضل. انا كنت بستمتع دي متعتي، ان انا اقطع كوره تاكلس ان انا اقطع كوره، ان انا ما اترقصش. يعني كنت دايما شاغل بالي ان انا ادرس المنافس اللي قدامي اثناء المباراه في منافس بيتني بالكره كتير يمين شمال، فلازم ليه تكنيك معين بالنسبه لي ان انا اخش عليه. شايفين التكنيك بصراحه حاجه تحفه يعني. وفي كل اماكن الملعب، ويعني في شراسه كده في الدخول على اللاعب بس بتاكل نظيف بس يعني. بس انا قسمت بقى المشوار بتاعي عطا لاول سنتين ثلاثه اللي هو اثبات الوجود، فما كنتش عايز اغلط كتير. كنت اقطع واسلم، اقطع واسلم. التطوير بقى حصل، انا كان عندي الامكانيات من اول يوم. بس قلت لا عشان ما يبقاش في غلط، دي برده كان انا فاكرها زي دلوقتي، كل ما تطول الكره في رجلك كل ما هتغلط اكتر. طول العال وجي حازم وجي صبري وجي عفه نصار وجي يعني ايه، ما كانش فيه الهافين الديفندر والثلاثه الديفندر. لا ما كانش فكان فيه. مطلوب مني الواجبات الدفاعيه بنسبه 100%. التطوير اللي حصل بعد 3-4 سنين بالنسبه لي، لما حفظت الملعب، ابعاد الملعب، اتحرك امتى، اوزع مجهودي ازاي. يعني معظم الاهداف اللي انا
حرصتها مع نادي الزمالك تلاقيها في الدقايق الاخيره في في اخر دقيقتين، لان انا ببقى بحاول ان انا ما اجريش على عايز تعلم بص الكره ديت طبعا انا كنت جاي من نص الملعب وحاسس ان هو هيقطم لجوه هيقطم قريته فقريته فروحت على مكان الكوره حتى كان وقتها جمهور الزمالك كان مالي الاستاد ماتش المقاولين ده الكره دي كانت مهمه وكسبنا كسبنا المباراه دي 1-0 الهدف ده كان ممكن يبقى التعادل كان بالنسبه لهم مشكله كبيره كنا بننافس على الدوري يعني كابتن انت يعني انا عجبني وانت بتتكلم ان طريقه التفكير ناضجه من بدري طريقه التفكير دي انعكست على لاعب رغم صغر سنه بيلعب كل الدقائق في دوري ابطال افريقيا 86 وبعد كده بعد 10 سنين بيلعب دوري ابطال افريقيا كل الدقائق في 96 يعني انت كنت وقتها كنت بتركز في الارقام دي بتاخد بالك لا ولا بعد الاعتزال ولا حتى بعد فتره ولا ايه اقول لك على سر يعني ده خليفه هو اللي فاجئني بالموضوع ده من السنه اللي فاتت طب كويس لا انا برضو ده دورنا بقى كنت محظوظ برضو ان انا جوه اسره زملكاويه ولاعيبه كوره يعني اللي ساعدني برضو سيد اخويا لان كان في دايما نصايح والغزال الله يرحمه في دايما نصايح لا خلي بالك يعني وفروا لي عدد سنين كنت ممكن اقطع يعني من غير التجارب ديت كنت ممكن اقع في اخطاء او لا خلي بالك ما اتكلم حتى في طريقه القياده يعني وانا عندي 21 سنه 22 سنه كنت بتكلم على طول خلي بالك كل المجهود اللي انا كنت بعمله ده وكان في معاه كلام ضعف يعني دايما بكلم الفرقه وعلى مهلك واضغط ولا ويلا دلوقتي حاجه سهله يعني الموضوع لا طبعا. مش سهله طبعا يعني ده كلام حاجه والمجهود في ناس بتبقى بتركز ان هي بتلعب بس لكن في وسط اللعب ده كنت انا دايما بتكلم لما الفرقه تبقى مثلا مغلوبين اشد الفرقه ولازم نطلع ونضغط من قدام لما احساسي ان انا ممكن يكون فرقه من المنافس مثلا باك رايت او باك ليفت او سيرد باك قليل شويه فاقول له لا روح اضغط عليها واسمك يبرز اكتر بس للاسف ده يتزامن مع سلسله من الاصابات المريره لكابتن ابراهيم يوسف يعني لم يجمعكم فتره كنتوا انتوا الاثنين في عنفوانكم اعتقد دي امنيه يعني طبعًا كنت تحب طبعا انا لعبت يعني مع الغزال الله يرحمه يعني عدد قليل من المباريات يعني لان هو جات له الصليبي ده وقتها رواد صليبي يعني كان مشكله كبيره ان انت تقعد يعني قعد فتره حوالي 9 شهور وتعالج في لندن وبتاع بس برضه ما رجعش زي الاول حتى لما رجعنا ولعبنا 86 مع بعض مع افريكا سبورت افريكا سبورت ما خدش فتره كبيره كان نفسي طبعا يلعب وهو حتى لما رحنا كاس العالم وكان بيوصلني للفندق قبل ما نسافر على ايطاليا فقابل الكابتن جارة الله يرحمه فبيقول له كان نفسه انتوا الاثنين تبقوا مع بعض وانتوا في عز يعني في عزكم يعني فعلا. هو كان نفسه الغزال يعني وقتها وكان نفسه اكتر مع الجيل اللي كان موجود يعني مع اشرف ومع واحمد رمزي ومع حماده ومع ايمن عايز يقود كله يعني كان مجموعه ما بتحبش تتغلب وتعرف مهايبرين على طول جوه الملعب يعني الموضوع مش ما بياخدش وقت معانا من اول دقيقه لاخر دقيقه في ان انا عايز اكسب وعايز اخلص الماتش هو جيل كان رائع بصراحه بس واحد من الجيل ده لكن هو ما كانش مصري هو اجنبي كان كوارشي يعني كوارشي حاجه كان لعيب توب فور وعايزك تحكي لي عن تفاصيل وقت القرار لازم نرحل طبعا ده بالتزامن يعني مع حكايات كتيره احنا واحنا بنتكلم احنا بنحكي عن وقائع مش بنتكلم عن حاجات في خيالاتنا زي ما حد الناس بتحاول تصور يعني لامين وسوري في كاس في كره السله موضوع دلوقتي لائحه الطايره هو بيحاول يطفش بعض اللعيبه عايزك تحكي لي يا كابتن يعني الموضوع ده حاسس كنت حاسس انه صدفه يعني حاجه زي كده صدفه ولا كنت شايفينه متعمده ولا ايه الوضع ولا واقع الموضوع كان عليه بس لا مش صدفه طبعا مش صدفه لا طبعا كوارشي يعني خد معانا سنتين منهم السنه اللي طلعت فيها سنه 84 واول مباراه ليا كانت مع الترسانه وكانت ضد كان سيد اخويا بيلعب انا بيلعب ليبرو وانا كنت بلعب نص ملعب وقتها كابتن مع كابتن برجيل فحصل موقف داخل الملعب كوارشي انا اولا يعني كنت محظوظ في الفتره ديت ان انا ايه كنت في الاوضه مع كوارشي يعني كابتن جوري حاطين اصغر واحد مع اكبر واحد بقى وحش بقى يعني وهو بينام بدري جدا ازاي حصل دي في العادي يعني اللعيبه اللي في نفس السن ونفس لا هو كابتن جوري سكن وكابتن احمد رفعت الله يرحمه في وجهه نظر مدير كوره وهو سكن يعني على اساس ان يتكلم معايا وناخد منه حتى في لما حصل في الملعب حصلت مشكله حد خبطني او حاجه زي كده هو اللي راح اتخانق يعني حس ان هو اخويا وكوارش من اللعيبه الله يرحمه يعني من اللعيبه اللي اكنهم مولودين
في نادي الزمالك من الروح ومن من حب اللعيبه من اول عامل اوضه اللبس الاكبر واحد في نادي الزمالك كان بيحب كوارشي لان هو مؤدب جدا وكان بيطلع كل طاقته في كل مباراه وما بيبخلش بنصيحه على اي حد صغير يعني دايما كان بيتكلم معانا دايما يقول لي لا اتمرن لازم تنام بدري لازم تصحى بدري كان بيصحى بدري مثلا الساعه 6 الصبح يجري في المعسكر 5-6 لفات قبل ما مين بيصحى 6 الصبح مفيش حد بيصحى ده بينام الساعه 6 تعالى بقى نيجي بقى للحلو اللي هو بالنسبه لك حلو بالنسبه لنا كان احلى كمان دايما انت حلو في كل الاوقات يعني لكن انتقالك كلاعب خط نص كان اعاده توظيفك من كابتن عصام بهيج اللي بدا في الاول باك يمين ولاعب وسط ايمن ولاعب وسط ايسر والمناسبه دي برضه هتجرنا لحاجه كان كابتن طارق يحيى ضيفنا برضه اتكلمنا ان كابتن عصام بهيج كان عنده وجهه نظر انه يلعبه جناح يمين بيقطم يعني تحسه كان سابق عصر عارف موضوع الانسايد كابتن عصام والقصص يعني دي من المدربين اللي ليهم بصمه حقيقي الله يرحمه على جيل كامل منهم منهم انا يعني لان هو قال لي بص انا شايفك احسن هاف ديفندر في افريقيا انت مش هتلعب ليبرو قلت له زي ما انت شايف كابتن عصام فحصلت مشكله ان بدر حامد كان جاله انذارين وما فيش حد في المكان باك ليفت قال لي بقول لك ايه العب باك ليفت كان مباراه الاولمبي مباراه الاولمبي الاولمبي فلعبت باك ليفت وعملت دبل باص مع جمال عبد الحميد وجبت هدف 3-0 بس خرجت بعد الماتش قلت له لا بس انت هي ماتش واحد بس ما تستحلاش الموضوع تعال معانا الجون اهو تعال نشوف يعني احنا فريق اعدادنا جاهز على طول تعال نشوف الجون كده لا اللي قبليه ايوه دبل باص جمال لعبت باك ليفت في لعيبه على فكره بتتعمد الحركه دي ساعات يحاول يبقى وحش في المركز عشان ما يكملش لا ده انت من رعيت ضميرك يعني خلي بالك من احسن المباريات اللي انا لعبتها المباراه ديت بس لعبت باك ليفت بنكهه يعني نص ملعب يعني دايما اطلع لقدام اعمل يعني اعمل دبل باص وكابتن جمال طبعا ما طبعا يعني كان فاهمين بعض ما تندمنيش ان انا كنت كويس في الماتش فبدات بقى ان هو يلعب نص ملعب ديفندرز انا عايز اسالك كابتن هو يعني بناء كابتن عصام بهيج وكابتن بورجيلا يعني كان اللبنه اللي بان عليها ماكاي بعد كده فريقه اي سي زمالك زي ما بيقولوا كده يعني طبعًا. وعايزين برضو طبعا بالتزامن كده في فيديو الانطلاقات بتاعتك الرائع طبعًا. ده انا بحب اشوف الانطلاقات بتاعت كابتن اسماعيل يوسف الراجل اللي هو كان هو اللي بدا مفهوم البوكس تو بوكس زي ما بيقولوا كده دي الخالد الغندور يعني ماتش الاتحاد ودايما انا كنت استغل ان الفرقه بتهاجمنا بيبقى الديفنس بتاعهم ونص الملعب بتبقى هش شويه لا بيبقى في حاله هجوم دي دي باس دي ممتاز جدا ده لعصام مرعي طبعا عصام مرعي جه برده فرق معايا في الجزء الهجومي لان هو كان بيدافع كويس دي حقيقه يعني عصام مرعي من اللعيبه وعفت نصار من اللعيبه برده الكبار اللي جم في المكان ده حقيقه يعني طبعا فرقوا معايا في الجزء الهجومي لان هم كانوا بيدافعوا معايا لكن كان حماده بالرغم ان الحاوي ناس كتير بتقول ان هو ما كانش بيدافع لا كان بيرجع وبيدافع وبيحاول يعمل تكاني اللي انت بتتكلم عنه الباصه وقوم راجع الراضي التاني عشان خلاص العين مش لقطاني واروح مكمل على طول حتى لو ما بصلكش بس انت خدت العين بقى وبستغل فرق السرعه وفرق الفيزيكال فيتنس لا اللياقه يا كابتن اللياقه بتاعتك كانت جباره يعني هي حاجه رباني بس انا زودتها يعني انا بتمرن كويس وبنام كويس وكنت باكل كويس ودايما تماريني باخدها ال 90 دقيقه يعني زي ما بيقول المدير الفني ما انت بتقول لي واحد قعد سنه كامله ما يلعبش ومع ذلك جديه كامله فما بالك ما بالك بقى واحد بيلعب بيني وبينك انا كنت عايز امسك في الفرصه يعني كل مباراه بالنسبه لي كانت اختبار خلي بالك اختبار قدام نفسي واختبار قدام الجمهور لان الجمهور ابتدى يحطني في منصه النجوم فانا عايز احافظ على دي يعني مش عايز باصه تطلع مش كويسه او شوطه او فكنت بدقق جدا في كل باصه وفي كل كوره انا بلعب او في الجري كمان ودلوقتي احنا ايه يعني احنا لو بنتكلم على نفضل نقول للعيبه انت محظوظ دلوقتي انك بتتدرب مع فيريرا فاستفيد منه طبعا. فكابتن اسماعيل يوسف كان محظوظ قوي بصراحه يعني كان اتدربت على ايدين كابتن عصام بهيج كابتن ابو رجيله كابتن جوهري وديف مكاي كابتن كل محمود سعد كابتن محمود سعد طبعا اسامي كتير انت طبعا كنت بتتكلم مع كابتن بدر حداد اللي هو عايز اقول ما فيش تقريبا نجم في الزمالك ما جيبش سيره كابتن بدر حداد ما هو دي فايده مدارس الكوره وقطاع الناشئين ان هو يبقى باني لعيبتك من الصغر يعني كان كابتن بدر هو اللي طلع الغزال يعني هو اللي كان بيدرب كابتن ابراهيم وهو اللي طلعني درجه اولى كابتن حسن شحاته نجوم كبار كانوا ماسكين قطاع الناشئين انا عايزك تحكي لي عن بصمه اربعه بالذات بس انا مش هقول لك رتب عشان هيبقى الموضوع صعب عليك يعني كابتن عصام كابتن الجوهري كابتن ابو رجيله
وكابتن ديف ماكاي هم الاربعه. ده بعد الفاصل كمان عشان هم بيصرخوا فيا. ركز كده وحاول ترتب يعني لو هتقدر، لو مش هقدر يبقى خلينا نكتفي بموضوع البصمات ويعني نعفي كابتن اسماعيل يوسف من الاحراج، لكن هنواصل باذن الله حوارنا مع الاسطوره كابتن رائع اسماعيل يوسف، لكن بعد الفاصل من فن وهندسه. ورجعنا لكم مع فن وهندسه ونستكمل حوارنا مع كابتن اسماعيل يوسف تجاهنا الكره المصريه واحد افضل من مره على نادي الزمالك. قبل الفاصل طلبت منك حاجه كده ما اعرفش هتنفذها لي ولا لا، رتب من حيث الافضل. قال لك كابتن في الفاصل قال لك ايه من التاريخ، التاريخ الوجود. قلت له كابتن انا ما يهمنيش موضوع التاريخ مين جه قبل التاني، انا يهمني انت في رايك وكلهم طبعا اساطير طبعا، لو عندك طبعًا يعني حابب تشاركنا في حاجه كده من وجهه نظر مين ايهم المدرب من حيث الافضليه، ماكاي، جوهري، ابو رجيله، حسام بهيج مع حفظ الالقاب طبعا. كلهم بالنسبه لي يعني استفدت منهم وكان ليهم بصمه مع مستوايا ومعايا انا شخصيا. انما كابتن ابو رجيله ربنا يديله الصحه وطوله العمر اللي حطيني على اول الطريق. دي حقيقه، فليه معزه خاصه وببعت له تحياتي من هنا طبعا. ربنا يخليه ويديه الصحه، وده ايقونه كبيره من ايقونات نادي الزمالك. حبيب الملايين كابتن عصام، كابتن ابو رجيله عظيم عظيم طبعا. انت كلمت كابتن عن كابتن عصام مرعي، بس في نفس الوقت استخدمته لاعبين مهمين كمان مع كابتن عصام مرعي، ايمانويل وكابتن ايمن منصور. عايزك تحكي لي ازاي كنت بتستقبلوا اللعيبه الجداد في الفريق وازاي كانوا بينخرطوا مع الفريق زي ما بيقولوا. زي ما قلت لك في الفاصل احنا كنا مش مجموعه لعيبه عاديه يعني، لعيبه بتحب النادي جدا وفي نفس الوقت عايزين نعمل حاجه، في اي حد كان بيخش يعني دخل علينا ايمن اكنه متربي معانا بقاله 10 سنين. ايمانويل نفس القصه، لا ايمانويل كمان بقى محترف ومرتب اعلى والكلام ده. لا 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 ولا الكلام ده لا لا لا, 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 لا خالص يعني اسال كده كل اللي جم كانوا ورضا عبد العال، كل الناس اللي جت دخلت جوه الاطار بتاع. بس ايمانويل عايزكم ازاي بقى؟ عايزك تحكي في البدايه كان صعب جدا. ايمانويل في البدايه كان طريقه لعبه بتختلف عننا كلنا، احنا برضو طبع نادي الزمالك دايما اللي هو الكوره، وبعد ما نجيب جون هدف ولا اتنين نفضل نلعب كوره ومثلثات ومش عارف. هو وان واي بياخد الكوره على طول على طول على طول على طول على طول. برافو يا مانويل والله والله برافو يا مانويل. على الجون على طول ما يبصش لحد، يعمل اوفر يشوط يعني، عايز تتسلوا بقى في الماتش. فتره مع فتره بقى ابتدى يتاقلم معانا وبقى زي ما شفتوا كده راح سبورتنج لشبونه وبعديها راح برشلونه. واحد من اهم اللاعبين المحترفين في تاريخ الزمالك، مخلص جدا 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 في شغله يعني. انا عايز احكي لك يعني انت حكيت لي ان انتوا كنتوا عائله واحده ومترابطين جدا وكان بيحصل بينكم قفشات شويه كده، تعال بقى نشوف كده قفشه من القفشات اللي انت عملتها في كابتن نبيل محمود بلبل. تعال نسمع بالصوت كده. كان واخد قبل المباريات بيقوم بيدهن جسمه كله وشعره بمرهم كده، وكل لما ينزل يجيب ايه هدف، يجيب هدفين هدف هدفين. فليه طبعا لعيب حبيبي جدا نبيل محمود، فشاف هو كان بيقعد معاه على طول، فبيقول لي يا كابتن ده حصل كذا كذا. قلت له طب ده انا معايا من المرهم ده بس انا بخاف ان انا استعمله يعني وكده، وكان معايا فعلا ورنيش، بس ورنيش يعني ورنيش بجد ورنيش بجد. فقبل المباراه بقى نزل نبيل قال لي انت معاك المرهم يا كابتن. والله لغايه دلوقتي يمكن ما اعرفش، يمكن البرنامج ده هي ورنيش. ورنيش يعني لونه عديم يعني طبيعي شفاف، وحط في شعره كله دهن رقبته كده، ولقى شعره وقف بطريقه غريبه جدا يعني مش راضي يحط ميه، يحط ميه ما يحطش ميه ما فيش فايده. وبعد قلت له كان عمل ماتش كويس قوي يعني، عمل ماتش كويس قوي في الماتش ده وكسبنا يعني. ده بقى من المرهم. قلت له شفت؟ قال لي والنبي هات لي بقى ايه العلبه. قلت له لا دي غاليه جدا ما اقدرش اديها، انا خفت احسن يكتشف الموضوع. مفتري. لا انت مفتري يعني. انا كنت اسره واحده، والنبيل يعني من الناس اللي بيحبوا نادي الزمالك جدا، وكان طالع معانا طلعه كويسه، وولد يعني حبيبي ومخلص وكان دمه قلبه خفيف قلبه. وكان دمه خفيف جدا. ففي فعلا حصل الموقف ده. قلت له هخلي شعرك تبقى زي كان طالع اغنيه ساعتها محمد فؤاد هودعك. يعمل قصه 95 دي باين. صح كده. قديم انا برضو. كابتن من اهم المواسم يعني للزمالك في الفتره اللي حضرتك عصرتها موسمين، موسم 91 92 و92 93
لعبت 20 ماتش في 91 92 و24 ماتش في 92 93 الا ان الجماهير بتفتكر بكل سعاده واعتزاز هدفك في مرمى دمنهور، الهدف اللي هو كان في موسم 91 92 لما قلبت الماتش حقك وجمال احمد تعبان. اسكت، ده كنت هموت هموت. الدوري هيروح يا عم، الدوري هيروح عشان الدوري هيروح، وكان امور صعبه جدا. ووقتها كان الكابتن فاروق كان ماسك مساعد، تعالى كده شوف كمان وانا حضرتك بتحكي نتفرج على كان وقتها كابتن فاروق ماسك، كان ماسك مساعد، فقال لي اخر 10 دقائق دايما كده متعود ان انا ايه يطلعني فيرود، تمام يعني خليك انت وجمال عبد الحميد اتنين فراوده العب على طول عشان بلعب بدماغي، وانا متفاهم جدا مع كابتن جمال عبد الحميد. والكره دي جت مره في العارضه في الثانيه في الثالثه، انا قلت ايه احط بقى وشي يعني دفاع دمنهور كان بيشيل بشمال، واقفين سته جوه سته، فقلت ايه اخش بقى بوشي زي ما تيجي يعني لو وشي راح خلاص ما في مشكله. فده الدوري ان احنا ناخد الدوري. جبت الهدف التعادل وعملت الهدف الثاني لحسين عبد اللطيف، راح عاملها لجمال عبد الحميد في الدقيقه 45. الهدف اللي انا جبته ده في الدقيقه 43، ده الهدف ده خدنا بقى خدنا بيه الدوري، لكن يعني خلاص بقى مجهود موسم بحاله كان ممكن يضيع في مباراه زي السيزون اللي قبله برضو، كان يعني الزمالك خسر الدوري في اللحظات الاخيره. بس والله عطاء يعني يعني بعد ما الجون دخل فينا ما جاليش احساس ان احنا هنخسر يعني والله. لا يعني كان فاضل خمس دقائق نخسر نقطة سبع دقائق انما كان في اصرار. وبص كام واحد من الابيض في منطقه الجزاء المنافس، خلاص الماتش بيتلعب في منطقه خلاص الجزاء خلاص. الجون الثاني وانا جبت في المباراه دي جون ثالث ما اتحسبش، ما اعرفش اتحسب والله. والله لا ده عادي ما اتحسبش ليه اوفسايد؟ قال لك اوفسايد واحد مغطي بحوالي 10 متر. هو ايه يعني هو طول الوقت لا ما احنا متعودين من زمان. الموضوع والله العظيم صعب جدا يعني، بس والله يعني كنت بتقاوم الموضوع يعني يعني انت كل بطوله فعلا والله يعني الموضوع بدون مبالغه كل بطوله من الزمالك ب 10 بطولات بكل المقاومه دي بنقاط جوه الملعب طبعا اكيد يعني لازم القتاليه بنغلب على حاجات كتيره جدا عشان ما تسالش نفسك لو ما كنتش حاولت يعني لو ما كنتش حاولت هل كان ممكن اعرف اعدي الجيل بتاعنا عطا كان مؤمن بحاجه واحده ان التوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى بس المجهود ده بتاعي المجهود ده لازم من اول دقيقه لاخر دقيقه يعني بص الملعب ادوس على كل حته في الملعب صح. التوفيق بيجي لك بقى بعد ما بتتعب، فكلنا كان الاحساس ده لازم نجري لازم نموت نفسنا لازم 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 التوفيق بقى بيجي بقى في كوره مثلا الكوره دي ممكن بتاعتي دي تخبط في العارضه مثلا زي ما خبطت واحد كده ثلاث مرات الرابعه طب كده كابتن انت بصراحه هل ده كان قرار غلط؟ رجعنا لكم تاني في فن وهندسه وسعد. انا شخصيا سعيد ان انا مع كابتن اسماعيل يوسف يعني ايه يعني انا ببقى ممتن جدا لنجوم المرحله اللي هم بتاعت نص الثمانينات وبدايه التسعينات. انا بقول عليهم بالنسبه لي انا عامل كان انا تلميذ ودول مدرسين الابتدائي اللي اتعلمت على ايديهم الكوره، فبالك بقى بواحد من اكثر الناس اللي بتحتضن اي حد يعني ايه بكل ذوق وادب بيحس يعني الواحد بيبقى مكسوف وقاعد معاك لتواضع حضرتك والله يا كابتن تيجانا يعني ربنا خليك خليك سعيد يعني عارف اللي معك. كان بيجري وراك في المدرجات في كل الملاعب ويلاقي نفسه بيتعامل مع كابتن تيجانا وكابتن تيجانا بيتباسط مع الجميع. لا لا ليا الشرف ليا الشرف ده احنا لينا الشرف والله يا كابتن. ابدا من مكان مكمل عطا، عارف احنا ايه انت تاريخك بيخلينا قاعدين نجري 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 مش مش مكفيك حلقه الحمد لله يعني عارف عملنا المقدمه خمس دقايق برضه مش مكفيك، فنبدا من عطا. عطا كان بيسألك يقول لك ايه بقى انت في الكرة بتاعت المنصورة دي اللي هو كان اخر الفيديو اللي فات كده انت فضلت مستني الكاس. طب سؤال بس، ولو حد ثاني كان الكاس كنت استنيته؟ لا كنت جبتها جودة. انا بقول لك ليه مستني اقول لك انا صريح يعني الكاس كان بينافس على هداف الدوري. طب لو لاعب تاني في الزمالك بينافس على هداف الدوري هديها له برضه ايه؟ لا هديها له طبعا، بس مش عشان الكاس لوحده. لا لا طبعا الكاس اخويا وحبيبي وده توامي، انما لو اي حد تاني في نادي الزمالك بينافس ما اصل انا هجيب في بالكو. انا في بالي وانا رايح الانفراد وباصص بصيت ورايا لقيت احمد، واحمد كان وقتها جايب 13 جول فعايزه يطلع بالزبط. فقلت لا انا لما اجيب جون هبقى ايه اربعه مثلا او خمسه يعني مش فارقه يعني مش تاريخ نفسي ليا يعني انا قلت لا هو اولى فرحت حط طالب كحل. ما كان لقطه غريبه لا حد يشوف اللقطه يقول لك هو واقف ليه. تعال بقى نشوف حاجه ايه تانيه بقى، حاجه مهمه جدا احنا ايه هنرجع لفريق الاحلام تاني، ولكن لازم نقول حاجه ونرجع تاني بالتاريخ. دلوقتي بقى الناس كلها تتكلم ان اهم بطوله في افريقيا هي دوري ابطال افريقيا طبعا. انت واحد من الناس يوما ما اعتزلت كنت اكتر لاعب جوه افريقيا واخد بطوله افريقيا، خدتها اربع مرات، انديه تانية كانت كل تاريخها بطولتين وانت لوحدك كابتن اسماعيل يوسف كان عنده اربع بطولات افريقيا. ده خلى
يور سبورت وهي بتغطي النهائي بيعملوا تقرير أيوة. في فوتبول مونديال البرنامج بتاعهم، وبعتوا لك المراسل بتاعهم عشان يعمل معاك لقاء قبل البطوله وبعد ما خدنا البطوله واثناء البطوله. تعال نشوف بقى التقرير وهو بيذكر ان كابتن اسماعيل يوسف هو اللاعب الوحيد الذي أيوة. يمتلك 4 ألقاب قارية. نشوف ونسمع ايه التقرير بتاعنا. ده ماتش شوتينج. We played very well today, and much of it was down to the incredible support of the spectators. God willing, we can win the cup for a 5th or 6th time. This is the area of Zamalek, close to the center of Cairo. Formed in 1911 as Al Moktalad, patronage from King Farouk ensured that Zamalek have always been known as the aristocrats. This is where Zamalek are based. Behind the gates is a huge sports club catering for many different sports. Zamalek had lost the first leg of this year's final against Shooting Stars, 2-1 away in Nigeria, to set up an exciting second leg. Midday, 3 hours before kickoff, the stadium was nearly full. 80,000 fans creating one of the truly great sights in world football. Ismail Youssef and Zamalek hoping to write themselves into the record books. Zamalek had promised to attack and they were as good as their word. شفت التقرير كانوا بيقولوا حتى الزمالك نادي الارستقراط يعني. انا فاكر اليوم ده زي النهارده يعني. ما انا كنت بقى شايف الصوره اللي العربيات جايه، انا كنت واحد من الناس اللي جايين وراه كل الاستاد بقى. احساسك كان ايه بقى يا كابتن وانت بتعمل اللقب الرابع قاريا في تاريخك 84 86 92 96 وانت الكابتن؟ الصراحه يعني انا بالنسبه لي كل مباراه بلعبها مع نادي الزمالك عايز ان انا اكسب فيها، عايز اموت نفسي. ما كنتش بحسب حساباتي التاريخيه او البطولات يعني. ما كنتش عارف ان انت ده انجازين. عارف ان انت انجاز. لا عارف، بس اهم حاجه بالنسبه لي ان يخش في رعبه نادي الزمالك او في حصيله نادي الزمالك في نهايه كل موسم بطوله بطولتين. وفي الاخر يعني ابتديت لما اخر سنه او اخر سنتين بالنسبه لي في الكوره ابتديت اقول ان انا خدت كام بطوله، وابتديت احسب عدد المباريات لكن وقتها لا، انا كان بالنسبه لي بطوله مهمه جدا لازم اخدها. البطوله دي فيها انجازين فرديين. اول واحد اللي هو ان انت كنت بتلعب برضه كل الدقائق تاني في 96 وانت لعبتها في 86. ايوه. بتلعب ارتكاز وكابتن و32 سنه لعبت الدقائق كامله. الانجاز التاني بقى ان انت تقاسمت شيل البطوله بعد 10 سنين من شيل الكابتن ابراهيم يوسف البطوله ب 86. 86 افريكا سبورت كان ابراهيم كابتن الفرقه. بالظبط. دي حقيقه صح؟ فده حاجه تاريخيه على فكره. اثنين من نص واحده. يشيلوا يشيلوا. ما انا بفاجئ بقى انا بحسب ان اللعيب بيبقى مدرك قوي حاجات زي كده، بفاجئ ان انتوا كنتوا بتلعبوا كل اخلاص وخلاص. لا همومي كلها في البطولات والمباريات اللي انا العبها، وبعد كده ابقى احسب لان في حساباتي يعني. بص هنا بتموت نفسك ازاي في الماتش بقى ادراك تمام ان انت بتلعب فاينل. بص هنا الفكره في ايه بقى، ده 32 سنه يا اخوان. يعني الكابتن اسماعيل يوسف في اللقطات دي بيعمل لقطات وهو 32 سنه هنا في الصفاقسي في تونس. فبتلعب بكل قوه وكل جديه، يعني ادراك بقى مسؤوليه النادي اللي انت بتلعب له بقى. وطبعا انا ما حملت شرط كابتن النادي دي برضو مسؤوليه اكبر بالنسبه لي، مسؤوليه اكبر داخل الملعب. وانا دايما معترف الكابتن بيبقى جوه الملعب، يعني الكابتن يبقى جوه الملعب، لازم يبقى اول واحد، لازم يبقى احسن واحد في الملعب. الكابتن لما بيبقى احتياطي بيبقى مكسور شويه، دي من احساسي من خبرتي ال 15 سنه مثلا في الملاعب كمنتخب وكنادي الزمالك. ان فكان دايما انا بحرص ان انا اتمرن اول واحد في التمرين واتمرن كويس جدا، وفي المباراه احاول ان انا ابقى احسن واحد او اكتر واحد بيجري عشان اقوم بدور بتكمل
الجزء بتاع الشخصيه بتاعت الكابتن. شرط الكابتن كانت عزيزه عليك او كابتن اسماعيل؟ طبعا، بس معظم البطل انا ما كنتش بلبس شعر على فكره، يعني معظم يعني حتى تلاقي في افريكا سبورت في شوتينج ستارز عملوا لي بلاستر لاستو بلاستر، لان انا مش معترف بان الكابتن بيبقى شعر. الكابتن سلوك، الكابتن فايده للفرقه، الكابتن فايده للنادي، فكان كنت انا ده في دماغي على طول، الا لو ما الحكام يقول لي لازم تحط شاره، فعشان كده ما عنديش شاره، انا ما كانش عندي شاره، او مش زي دلوقتي. ده رد على في خبساء كده بيقولوا ان فريق الاحلام كان في احد اللاعبين المفروض يرجع لنادي الزمالك وطلب شرط الكابتن. لا لا، هو حصل فعلا، هو اترفض. لا حصل مجدي طلبه، يعني مجدي طلبه حصل، ان هو كان داخل مع الكابتن احمد رفعت، والرفض ده كان من جانبكم ولا لا؟ من الكابتن احمد. كابتن احمد قال له لا لا لا، ما ينفعش كلام. هو كان، هو مجدي كان، طب لو انت مدير كرة مكان الكابتن احمد رفعت ولاعب جاي لك كان موجود عندك وسافر وعايز يرجع الفريق وبيطالب بالشاره، تديها له ولا ما؟ مش لا لا، هتبقى صعبه. لا طبعا، كابتن احمد عمل الصح، عمل وبعدين الصح. هو ما يعني كان داخل النادي عشان يعمل مشكله، لان عارف ان الموضوع ده هيعمل مشكله. كان متفق قبليها. يعني ما هو بقى يعني هو قال لي بعديها، يعني مجدي اللي بيرجع الاول، بعدين ممكن يقول بعد كده انت عايز ترجع وتفيد ناديك، وبعد كده ممكن تقول له الشاره، ممكن تقول الشاره في النص. ما عنديش مشكله، ما هو احمد الكاس في مباريات كتير كنت بديله الشاره. طيب يعني الموضوع مش شاره، الموضوع يعني الموضوع انت هتفيد الفرقه ازاي، ان انت التلكيكه يعني التلكيكه. طب نرجع بقى لفريق الاحلام. لو قلنا سبب رئيسي لفقدان الدوري وقتها، هنقول نقول الحكام ولا نقول حاجات تانية؟ طب تعالى نشوف لقطه كده في ماتش الزمالك والمنصوره، احمد الكاس بياخد، يعني الماتش ده خلص 1-1، تعالى نشوف بس الكوره دي كده عشان احنا بنتكلم برضه الناس تبقى كده. هو الموسم ده كان ايكوال. يعني الحكم طبعا هو محللنا، في جزء منها محللنا حاليا يعني. في جزء منها حكام، وفي جزء طبعا لتضارب الاختصاصات ما بين الكابتن احمد وكابتن فاروق. المركب لو كان لها رئيس واحده كانت تبقى امور احسن طبعا طبعا. لان حتى كمان ولاد الحلال دخلوا بينهم ولعبوا لعبتهم معاه، وبقى يعني ما بقاش في راحه ولا ارتاحيه بينهم هما الاثنين، وده انعكس على الفرقه. ساعات كان في قرارات غريبه بتحصل في الملعب، صبري ينزل وبعدين يرجع يتسحب، كانت في حاجات غريبه يعني حصلت، لان كابتن احمد كان هو الهيد كوتش الطبيعي، ان هو اللي هو يكمل يعني يكمل السيزون ويكمل، يعني ما فيش مشكله في دي. ده يعتبر درس للزمالك بعد كده عموما، هو بغض النظر عن الامور التحكيميه، ان الزمالك هو بيكون اجهزه فنيه، يكون حريص دايما ان كل حاجه تبقى واضحه طبعا ومتحدده. وانت كنت حريص على كده بعد ما بقيت في المجال الاداري طبعا. وبتحط طبعا واحد بتقول واحد واثنين واثنين وثلاثه، وده شغلك يبقى ايه وده شغله يبقى ايه، وفي غياب المدير الفني مين اللي يشتغل ومين اللي، لكن بيبقى متحدده الوظائف طبعا. بمناسبه بقى الكلام عن التحكيم، تعال هنشوف لك لقطه كده في موسم 91-92. انا بما اني كنت واحد من الجمهور عندي سؤال يراودني، بس انت رحت فين؟ تعال نشوف. طبعا احكي لك، انا عايز اعرف سبت الملعب ليه؟ تعال نشوف اللقطه لان ده من وقتها انا عايز اعرف. بس انت هنا طبعا ضربه جزاء اللي هيتفرج عليها مش لا يعني حكم كان السكندري محمد فتحي، يرجع بيها كمان. لا يرجع بيها من الاول، يرجع بيها من الاول يعني هترجع لك من الاول. نرجع بقى من الاول بعدين نكمل الفيديو. هو جمال عبد الحميد يعني مش ممكن، كابتن جمال عبد الحميد طبعا يعني مش ممكن يعني هنا الطويله من هشام ياكل. انا فين؟ انا بره الكادر. صح انا بره الكادر، وكره طويله وسريعه، ده انت واخد الملعب كله ما شاء الله. فهد يا كابتن والله وسبقت انت ورا بكتير، وسبقت كان بدر رجب اعتقد بالظبط كده، محمود صالح اللي دخل عليا، محمود صالح وايه داكلين برجلين الاثنين، محمد فتحي مش ممكن يعني. بس فانا اتصدمت ان هي مش ضربه جزاء، فمش عارف اعمل ايه، وانا عصبي جدا في جوه الملعب. بره الملعب زي ما انت شايف يعني ما شاء الله. يعني بس جوه الملعب الادرينالين بيبقى عالي بقى، وببقى مهايبر جدا طبعا. وطول عمري كده في الملعب من اول ما ابتديت لغايه لما بطلت بالظبط، فمش عارف اعمل ايه. طب خايف اعمل قرار، خاف سنه ولا حاجه ولا شط كفايه شط لسه سنه وصبري طب صبري مزغلل لا طب صبري لسه فاعمل ايه اعمل ايه. رحت قلت مش هكمل الماتش. كملوا بقى اللقطه كده، كابتن اسماعيل يوسف ساب لهم الملعب ومشي يعني نوعا ما من يعني اللي هو دي مش الاعتراض المهذب بالنسبه لي يعني خلاص بقى يعني مش هقدر. بس عشان الجمهور الزمالك عارف اللقطه دي كانت في بدايه 90، ما كانش فاضل كتير يعني، بس هو لم يتملك نفسه، عرف ان مهما عملنا خلاص ما قدرتش. فرحت واخد بعضي ونازل، نزلت ومحدش جه ورايا، استغربت
وقلعت على فكره. ما هو خلاص ما حدش كان مركز بقى في الماتش، خلاص الماتش انتهى. في ناس طفت التلفزيون وقتها. الجزمه والشراب والشنكار وداخل اخد دش. ففي هنا الناس تبص معانا كابتن اسماعيل هيبقى خدها واحده واحده كده ويسيب لهم الملعب. كان فاضل دقيقتين ثلاثه كده. ففي صحفي ابن حلال دخل لي اوضه اللبس الوحيد، يعني ما حدش مدربين دخل لي ولا اي حد، ولا ما فيش حد، ما اعرفش حد. فدخل لي قال لي على فكره ده فاضل 10 دقائق. قلت له انت بتتكلم بجد؟ 10 دقائق؟ كان فاضل 3 4 كان فاضل 3 دقائق. قلت له لا، رحت لابس تاني ورحت رابط ونازل من غير ما اقول لحد برضه اكيد. فالناس بقى قالوا ده دخل الحمام ده مش عارف. لا طيب نيجي بقى حاجه ثانيه بقى عايز اتكلم معاك فيها، بما ان انا فتحت الحاجات اللي في قلبي وبسالتك عن سر ان انت خرجت الملعب وسبت الملعب، نيجي لحته ثانيه في قلبي برضه ليك يا كابتن اسماعيل. انا واحد من مجانينك، بس كنت فضلت زعلان منك لغايه لما انت حكيتها لي على جنب كده. اللعيبه كلها في العالم بتضغط عليها عشان تعتزل، انت الوحيد اللي الجمهور زعلان منك لغايه دلوقتي بقابلك عشان اعتزلت. دي انت بتشوفها للجمهور عامله ازاي؟ لا بشوفها الجمهور طبعا حب، لان في ارتباط كبير بيني وجمهور نادي الزمالك من قبل ملعب وانا متفرج. طب احكي لك حته من المدرجات كده. والله العظيم في واحد اقسم بالله اقسم بالله ماتش بعد ما انت اعتزلت بيقول لي هو اسماعيل يوسف اعتزل ازاي، ده بيلعب من ايام ام الله يرحمه. يعني هو الراجل اتعود ان هو يفتح التلفزيون يلاقيك هو زعلان مش عارف يتفرج. والله انا متاسف له يعني. بس وقتها الست شهور اللي قبليها انا عانيت معاناه كبيره جدا 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 مع كرول ومع كواليتي اللعيبه. لا وكواليتي اللعيبه دي ما كانتش مشكله بالنسبه لي، هو كان قليل خالص بس انا كنت قادر اتغلب عليه. طريقه التعامل في البدايه وفي النهايه، فانا خدت قرار من بدايه السيزون ان انا يعني هبطل، يعني هبطل السنه. كابتن انت لعب ال 180 دقيقه ضد بوهانج هناك وهنا. انا بقول لك عشان كده انا دي اللي في قلبي، محدش بيعتزل 180 دقيقه اللي في قلبي. وكان امل بالنسبه لي جوايا ان انا بطل وانا في التوب فورم، لان كان في امثله قبليها رمزي مشي، قبليها اشرف قاسم، قبليها غزال بطل، يعني في كذا مثال بالنسبه لي. بس هم ما اعتزلوا ما كانش مستواهم وقتها في التوب فورم بتاعهم. انا عشان كده اصريت ان انا ابقى في التوب فورم، يعني ان انا فضلت يعني فضلت ان انت الجمهور كله يبقى زعلان ان انت اعتزلت. احسن ما يقول لي كفايه. والله دي حقيقه يعني. فاخدت التوقيت اللي هو بعد مباراه بوهانج واعلنت في اعتزالي، وعلى فكره الاداره كانت عارفه وكرول اللي كان عارف، حتى انا بعديها اسبوع اشتغلت معاه يعني. ما انا عارف، بس هو الجمهور نفسه الوحيد اللي كان مش عارف وزعلان، كانوا بيحسوا ان القائد بتاعهم. القرار الوحيد اللي انا فكرت فيه في مصلحتي، فكرت الاسماعيل يوسف الاسماعيل قبل الزمالك في لحظه واحده. ده الوحيد اللي في حياتي، حتى لما اشتغلت اداري يعني بقى مدير فني واجي اشتغل مدرب عام في الزمالك مفيش مشكله، اجي اشتغل مدير كوره مفيش مشكله، يعني عندي حساباتي مع نادي الزمالك، بس القرار ده الوحيد اللي انا فكرت ليه الاسماعيل، ان انا مش عايز الجمهور يقول لي كفايه يزعل ضعيف 14 سنه يعني. انت فعلا اعذرني يا خليفه. لم تتاخر في شيء عن نادي الزمالك، لدرجه ان سجلت هدف مره في بورسعيد، بورسعيد ولعت. تعال نشوف الموسم 95 96 مصري. طلعت ولعت بورسعيد. كان الحكم جمال غندور عملوه لمبي، هم بيعملوا دايما دميه كده، رغم ان الجون سليم 100% وكان ضربه جزاء للزمالك سليمه 100%، بس فكره النتيجه 2-0 ويحصل التحول ده ما كانش. ده كمان في الدقيقه كام؟ 45. وعلى فكره بقى المباراه دي كان الكابتن محسن صالح ماسك مدرب منتخب مصر وجاي يتفرج على المباراه، وعربيه الكابتن محسن انا فاكرها زي دلوقتي جيب شروكي ملاك الجيزه. ولعت وكل ملاك القاهره والجيزه ولع بعديها. هو ما كانش واخدني منتخب وقتها. بعد الماتش ده خدني منتخب وقال لك هات العربيه. كابتن محسن والله الماتش ده كان في اخر دقيقه وكان في رمضان. الجون ده كان يعني كان قلب الدنيا. حازم طبعا انا عارف حازم من اللعيبه الكبار، يعني حازم اديله الكوره ولو بص في حته تانية يبقى انت هتاخدها. انت يعني جريت وانت عارف ان انت هتاخدها. طبعا. تعال نشوف لك. انت عارف الفيديوهات اللي اتعملت مع عطا عرضنا ايه؟ عرضنا قدرات دفاعيه كامله، تاكلينج والكلام ده، وعرضنا انطلاقات من الجبهه اليمين بالذات وزيادات وكرات عرضيه، وبعد كده عرضنا المعلم اللي بيمرر وبيعمل كنترول والترقيصات. تعال اوريك حاجه كمان زياده ثانيه، ضربات الراس. تعال نشوف معاه، لان دي كانت من ضمن اسلحتك المميزه جدا في التسجيل. كابتن اسماعيل يوسف مسجل في 10 مواسم متتاليه في الدوري المصري، ده رقم صعب جدا على ادفندر. يعني الناس اللي قبليك
طبعا احمد عيد هو تصدر القائمه، مهاجمين بقى الباقيين كلهم مهاجمين انما انت قادر تحط نفسك وانت ديفندر 10 سنين متتاليه بتسجل في الدوري المصري، وكانت احد اسلحتك المهمه جدا ضربات الراس. هو دايما خليفه ان انا كنت بكمل لما الكره تبقى في الجناب. يعني كان عندنا احمد عبد اللطيف بيرفع كويس، بيلعب الماك كويس كمان. طبعا ما انا قبل الجزء اللي مع عطا، خلي بالك ده تدريب يعني، موهبه انما في جزء منه تدريب انا طورته، لان كنا اخترعنا لعبه كده، قعدنا 5 سنين في نادي الزمالك اخترعنا لعبه في اوضه اللبس، هي دي اللي نمت التوجيه بتاع الهيدرز. يعني انا اطلع العب بدماغي وابقى شايف وعارف انا هلعبها فين، دي يعني ده الجزء التطويري. لا بجد يا، لان السنه دي انتوا كلكم جبتوا بالهيد بالهيد اكتر من جنب الرجل. التطوير بقى ان انا ابقى عارف ان انا احطها فين، عكس اتجاه الجول، عكس، لان كان الكابتن جمال عبد الحميد دايما يقول لي ايه اهم حاجه، ان الكوره ما تحطهاش في زاويه، حطها بين الثلاث خشبات، لان ايه الزاويه هتطلع منك. يعني هو دايما يقول لي مش مهم جون حلو، المهم الكوره تخش جوه. عظيم والله، يا ريت يا ريت لعيبتنا ما تدورش على الجون الحلو. طيب بما ان احنا اتكلمنا عن اللعب المتكامل في خط النص، كانت في حاجه ناقصه كابتن اسماعيل وما نمهاش بالتدريب شويه، وقفت معاه شويه؟ التسديد، الشوتينج. الشوتينج انا بسال انا اركن كويس انما ما بحبوش يا اخي. يا اخي ما بحبوش. يعني هي دي لو جبنا الحته دي وزودناها كنا بنتكلم في الاسطوره الكامله. لا الحته اللي ناقصه لا مش للدرجه دي. لا احنا عرضنا الانطلاقات وعرضنا كل حاجه، الشوتينج. لا ما كنتش بحب يعني اباصي اعمل بطن رجلي، حتى في اهداف، في هدفين جبتهم في جرب معايا. جرب الحقيقه يعني، جرب معايا في تمارين حوالي شهر متكامل، قال لي بقول لك ايه خليك زي ما انت. خلاص بقى نكمل في اللي احنا كويسين فيه. نكمل في اللي احنا كويسين فيه. طيب نيجي بقى ما بعد الاعتزال، شويه اسئله كده ايه نتناقش فيها. تجربتك مع تارديلي كانت حلقتك، رغم ان انت كنت عامل مسيره كويسه مع منتخب الشباب، شغلك مع تارديلي حرقك ومنعك ان انت تكون في جهاز حسن شحاته لحق انجازات بعد كده؟ لا خالص. لا ده انا كملت مع كابتن حسن وكابتن عصام، كان وقتها جه. لا في المنتخب الاول. المنتخب الاول لا انا استفدت جدا من تارديلي، لان هو كان معاه جانين ده كويس جدا، وهو عنده فكر كويس يعني. هو بس ما كانش متفرغ بنسبه 100%، لان هو كان بيدرب الاسبوع اللي في المباراه وبعد كده بيسافر، وكان القصه كلها على التيم المصري اللي موجود، كنت انا وكابتن فتحي مبروك قبل ما يمشي. انما بعد ما خلص واشتغلنا جه كابتن عصام وكابتن حسن وكابتن حسن شحاته وخيروني. احسن؟ لا لا هي يعني الموضوع منتخبات بالنسبه لي شرف كبير جدا. طبعا كابتن حسن في بدايته اشتغلت معاه، اشتغلت معاه فتره كبيره جدا. انت كنت الناشئ بتاعه اصلا. ده حظي الحلو ان انا يعني هو دربني واشتغلت معاه في منتخب الناشئين ومنتخب الشباب بالظبط، الجيل اللي هو كان عمرو زكي واللعيبه العظيمه. وجينا كملت معاه في الفريق الاول، وبعدين كابتن عصام وداني منتخب الشباب وجاب كابتن شوقي وكابتن حماده معاه. بتحب الشغل الفني اكتر ولا الاداري؟ وبقى الحته الثانيه بقى والاعلام، انت نعرف عرفنا من الكواليس كده ان انت كنت بتسعى ان انت تكون معلق وكلام من ده والدنيا ما كملتش. لا زمان يا لا 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 من زمان. سنه 2000 انت بتجيب الحاجات دي منين؟ لا عرفناها من الكواليس بقى معانا احمد شوقي صلاح بقى. قال لك لا ان كابتن اسماعيل كان ينوي ان يكون وجها اعلاميا. لا انا هقول لك انا وده تفوقت على الاساطير اللي بتعليه دلوقتي. سنه 99 بعد ما بطلت مدام نجوى من نجا الله يرحمها. كلمتني في التليفون قالت لي ده على فكره انت عندك اختبار كمان ساعتين معلقين، وده اختبار رسمي، وفي مجموعه احنا كان الخال فهمي عمر وصف كبير جدا هيقعد يعني يسمعك وكده. فقلت لها حاضر، اخدت بعض ورحت لمسبيرو عملت الاختبار. كان وقتها علي محمد علي، احمد الطيب، اللي هم دلوقتي يعني ما شاء الله من نجوم التعليق. المهم انا طلعت الاول. طلعت الاول على علي محمد علي. يا ريت يكون سامعنا بقى وكابتن احمد الطيب، احنا معانا الاول عليكم اهو. وكابتن حاتم بطيشه حبيبنا، احنا معانا الاول عليكم اهو. طلعت الاول حلو. اللجنه كان في حد بيحبك طيب ولا انت طلعت الاول بمجهود؟ لا مجهودي انا. يعني عملوا لي مينوتر كده في مباراه وعلقت عليه وانا بتكلم يعني. طبعا. فقالوا لي لا انت صوتك كويس وكده، انت الاول، عندك اليورو في الراديو. يورو 2000.
كانت بطوله عظيمه. كانت بطوله عظيمه. المهم كان عندي ماتش الدنمارك وحاجه كده وعلقت، وكان الغزال بنفس المباراه بس في التلفزيون، فعائله يوسف كانت ماسكه التلفزيون والراديو بيعلق، واحنا نازلين مع بعض قابلت انا والغزال الله يرحمه، فقال لي ايه عملت ايه كويس، انا سامع ان كويس. قلت له انا بطلت. قلت له، قال لي يا ابني انت لسه انت لسه اشتغلت. قلت له لا ما حبيتهاش، واحنا متعودين انت مربيني يا غزال ان انت ما احبش اعمل حاجه، تحب رقم تبقى رقم واحد في الحاجه اللي انت تعملها، ولا ان انا احب الحاجه اللي بعملها دي نقطه. انا ما حبيتهاش، قلت له ما حبيتهاش واعتذرت للناس. طب انت بقى بين الفني والاداري، ولا انت في يعني انا بحس كده انت بتحب الشغل الفني؟ طبعا طبعا. بس طب ليه كنت بتضحي بيه كتير؟ ما هو عشان ناس الزمالك يعني، دي جزء هي برضو ما اقدرش اقول ما تلومنيش فيها، لان ده موضوع هوبليس كيس يعني، خلاص ما يعني لو 100 سنه كمان برضو يعني نفس القصه يعني. يعني لو اسماعيل يوسف دايما قدامه اي مجال ما صعب، ولو نادي الزمالك طلب لا في اي منصب طبعا طبعا طبعا. لكن الفني بالنسبه لي طبعا شيق جدا، وانا اكتسبت من الخبرات الاداريه كتيره يعني، في بدايه حتى الشغل النقله ان انا اشتغل مدرب، كنت دايما اقعد، كان في مهندس صادق عبد المنعم وفي كابتن سمير السيد الله يرحمه، كانوا دايما بيفهموني جزء من الاداريات بتاعت السفر وبتاعت. طب بمناسبه بقى الشغل الاداري، خلينا تجربتك مهمه جدا في موسم الثنائيه، تحققت الثنائيه كلاعب 87 88 ورجعت حققتها كعضو في جهاز جوسفالدو فيريرا 14-15. عندي عصفوره كده قالت لي ان كان في خناقه كبيره جدا 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 وبين اتنين من كباتن الفرقه من تقال، مش هنقول اسامي، بس انا عايز اعرف برضو دورك في لم الموضوع ده، وازاي بتقدر انت يعني تعزل فيريرا للشغل الفني يعني ايه الحاجات دي بقى؟ اصل في تفاصيل جوه كيان اي فرقه بتنافس او فرقه كبيره لازم تبقى مريت بيها قبل كده، عارفها قبل كده، ودي الموضوع ده حصل اكتر من مره يعني. ما دي موجوده انت بتلعب وعيد عيد خلاص عيد بقول للكابتن حازم من بقى الطرف الثاني لا عيد وحازم اتلمت في دقيقه شده عاديه بتحصل لا اتلمت في دقيقه لان الاساس الاحترام اللي موجود بين الجهاز وبين اللعيبه وبيننا والتقدير بتاع ان انت لعيب ولا قال لنا فيهم قال لنا كابتن اسماعيل يوسف قعد قال لنا ده دوري لا ما فيهاش هزار وحسستهم بالمسؤوليه اللي عليهم فلقيتهم من نفسهم كده بسوا بعض واحنا اسفين بتاسفوا لنا فلا وده شيء يعني بيحصل في فرقه كوره الموضوع مش هيمشي بيس كده طول الوقت لا لا هتلاقي في مناقشات لازم يحصل في مشاكل بس ما تطلعش بره اطار الفرقه وما تطلعش وتؤثر على المستوى او جوه الملعب لا لا ما لازم تخلص الحاجات دي تخلص اول باول وفي اعداد بسيطه واللعيبه اللي موجوده بتساعد على كده لان هم كلهم لعيبه كبار ولعيبه محترم وعايزين يعملوا حاجه فلازم تحط لهم الهدف الاسمى بالنسبه لك ان انت ده دوري انت تاخد دوري بعد فتره غياب فلا تعرف لما اخد دوري دوش انت خلاص الموضوع خلص في ثانيه نشوف اجابات جمهورنا واحنا عشان عندنا برضو الكونفدراليه والكلام عنها بس نشوف اجابات جمهورنا اللي معانا علشان كان السؤال اجمل ذكرياتك مع الكابتن اسماعيل يوسف ابو امير بيقول لك اخلاق العيله عظمه احترام وادب مفيش بعد كده يا ريت اللعيبه تتعلم منهم الانتماء لان مفيش حاجه هتنفع اي لاعب غير سيرته في المستقبل اللي بيدخل نادي الزمالك من الباب الكبير وبيخرج من الباب الصغير عمره كله ضاع اونطه يا ريت اللعيبه تنتمي للكيان زي ابراهيم يوسف واسماعيل يوسف رضا حسين بيقول لك هدفك امام اسكتلندا كان رائع كان رائع فعلا صح يا رضا شكرا ابو امير عبد الحفيظ السبعاوي صديق البرنامج مساء الخير عليكم وتحياتي للكابتن اسماعيل يوسف انا اتفرجت على الكابتن اسماعيل في الملعب اكتر من مره لكن شفت له من الملعب هدف في دمنهور على ملعب دمنهور وكان هدف الفوز ببطوله الدوري العام فوز 2-1 سجل كابتن جمال عبد الحميد وكابتن اسماعيل يوسف في التسعينات وله هدف جميل جدا براسه في الاولمبي وله هدف عالمي مع منتخب مصر في اسكتلندا لا طبعا كابتن اسماعيل من افضل اللاعبين في تاريخ مصر خالص تحياتي واحنا خالص تحياتنا لعبد الحفيظ السبعاوي شكرا عبد الحفيظ بندق دايما بتكلم عليه وقد ايه كان لاعب انا مواليد 90 واتفرجت عليه من الاستاد وانا عندي 4 سنين وبقول عليه لما حد من اصحابي بيقول لي كان لعيب بقول له زي انيستا كده زمالك يا عظيم ربنا يخليك يا بندق دايما في العالي
امير الحريف، مساء الخير والسعاده على حضراتكم، تحياتي لحبيب قلبي اللي انا بعشقه جدا الكابتن اسماعيل يوسف. طبعا كل ذكرياتنا مع الكابتن اسماعيل يوسف جميله، لكن بالاخص شوف بقى الناس الجديده موسم 2014-2015 مع البروفيسير جوزفالدو فيريرا مدير كوره ايام لما خدنا الدوري والكاس في موسم واحد، دايما منورين قناه الزمالك وانت منور يا امير. يا امير حريف فعلا. حريف لان اللقطات دي. طيب نيجي بقى للكونفدراليه، النو هاو بتاع افريقيا بيبقى مطلوب، ووصلنا بعد كده برضو انت كنت موجود في الوصول لفاينل افريقيا 20، النو هاو بتاع افريقيا بيبقى مهم تنقله للعيبه، كانت ايه ابرز حاجه بتنقلها للعيبه دايما؟ الهدوء والخبره وطريقه اللعب. يعني خلي بالك يعني في اول جورمايا اول مباراه كان بالنسبه لنا كان لسه جاي جروس اول مره يلعب افريقيا يعني بالظبط، فالمباراه دي خسرنا 4-2 يعني ماتش سيء، ماتش سيء جدا، وانا كنت معاها. فبعد بعد العشاء قال لي انا يوسف انا عايزك. على فكره دي هي حاجه تحسب لجوس ان هو برضه بيستعين بيك. ما وانا علاقتي بكل المدربين الاجانب في اطار لو انت احتجت خبرات الفنيه والاداريه ان انا نتكلم مع بعض كنجم تاريخ النادي الزمالك وكلاعب يعني النادي الزمالك. فهو جه قال لي يعني قال لي انت ايه رايك في الماتش النهارده وايه الاخطاء اللي انت شايفها. فكلمت معاه قلت له اتكلم معاك بصراحه، احنا اصدقاء واخوات. افريقيا ليها طابع خاص في طريقه اللعب، وافريقيا غير شمال افريقيا لان الاراضي والجو يختلف عن شمال افريقيا، فرق غرب وشرق. فاحنا النهارده المباراه كسبنا 1-0 واحنا فتحنا الجيم، وكسبنا 2-1 ابراهيم حسن. لا كان 2-2 يا ابراهيم. 2-1 صح انت صح. كسبنا 2-1 كسبنا 2-1 برضه فاتحين الجيم. في افريقيا مع الجو مع الطقس مع الارض لازم كومباكت جيم. نقلت له الحاجه اللي يعني مشي بيها بعد كده. بعد كده ابتدت الدنيا بقى زي ما انت شفت، وكانت الانطلاقه ساعتها من هناك، لان احنا عملنا اجتماع. والله عندنا حاجات كتيره بس انت كالعاده بنقعد نجري معاك ومحدش بيحصلك زي ما حدش كان بيحصلك في الملعب. فللاسف ال 90 دقيقه فن وهندسه انتهوا، ولكن انا عايز وعد بس منك إن شاء الله. انا بفكر نعمل حلقه برضو بس مش عنك بقى، عن الكابتن ابراهيم يوسف. طبعا هتجي لنا انت دكتور عبد الرحمن كده ونحكي عن الكابتن ابراهيم يوسف ونستعرض معاه تاريخه عشان يبقى عندنا برضو. يعني احنا كنا كلنا ندمانين ان ما حدش لحق الكابتن ابراهيم يوسف، فانت هتعوضنا عنه في حلقه بقى. لا طبعا عينيا ان شاء الله. ده كده خدت وعد. ف 90 دقيقه فن وهندسه انتهوا، ولكنه الزمالك ابدا لا ينتهي من حياتنا، لانه الزمالك الذي يملك العقل ويملأ القلب ويصادر الخيال.